أستثمر وجود ضيفنا من مراكش زهير بن خلدون الخبير المغربي في علم الفضاء. أستاذي، كيف يعني أيضا برأيك استمرارا للنقاش السابق، كيف تنظر لمشاركة القطاع الخاص ولأول مرة يعني شركة سبيس إكسبلوريشن في تطوير هذه المهمة؟ ما الذي تؤسسه هذه الخطوة برأيك؟ السلام عليكم، السلام مبلغ لضيوفكم الكرام. مرحبا. يعني الأهمية هنا هو بالفعل هناك تحول نوعي، لأنه لحد الآن استكشاف الفضاء كان تتكلف به وكالة أساسا الروسية والأمريكية، والآن الوكالة الصينية والتحق بهم كذلك الهند، ولكن تكلف ميزانية كبيرة كبيرة جدا. الآن إذا كان دخلوا الشركات الخاصة على الخط، هذا يعني بأنه استكشاف الفضاء هذه يولي تجارة مربحة، لأنه الخواص كيف ما كتعرفوا ما كيدخلوا الميدان إلا إذا كان فيها الربح. إذا انتقلنا من واحد المدة اللي كان فيها التطور ديال استكشاف الفضاء، يعني استغل الصراع ما بين الشرق والغرب والتسابق رغم ضخامة الميزانيات إلى مرحلة أخرى، إلى اللي يتولي الفضاء واستكشافه، يعني يمكن يدخل أرباح على الشركات اللي كتستغل. إذن هذا هو التنقل يعني المهم النوعي اللي كنعيشه اليوم. نعم. أما كما عبر عليه ضيفكم الأول. نعم. أخي رجي حجر أيضا. نعم. استمرارا لكلامي. نعم. استمرارا لكلامي. هذه سيرورة ديال استكشاف، يعني استكشاف الفضاء سيرورة وتطور لا يتوقف. اللي يمكن نسطروا على الأهمية ديال هذه الرحلة هي أنها تجربة، يعني أن رواد الفضاء كيف ما كتعرفوا تم اختيارهم على أساس أنهم قدماء، يعني عندهم تجربة أكثر من 20 سنة ديال الممارسة في هذه المهنة لتجربة يعني إمكانيات هذه المركبة اللي اسمها دراغون كرو. إذن هي تجريبية، وإلا نجحت قبل نهاية السنة يمكن يكون مبرمج ديجا ما يكون رحلة أخرى فيها رواد فضاء من دول أخرى كفرنسا مثلا وبعض الدول الأخرى. إذن هذا اللي يمكن نسطر عليه هو أن أستاذ زهير بن خلدون، يعني علمنا اللحظة بأنه تم تأجيل إطلاق سبيس إكس إلى يوم. نعم. السبت، وبناء على السبت. هذه الخطوة. نعم. يعني هناك عدة عوامل ربما تتحكم في عملية إطلاق الكبسولات الفضائية والصواريخ نحو الفضاء. لا هذا كان منتظر، لأن الأحوال الجوية. ألا نتوسع في هذه الفكرة؟ تفضل. الأحوال الجوية كانت تشير على أن كاين هناك 60% ديال يعني احتمال أن الرحلة تتأخر إلى يوم السبت أو يوم الأحد. هناك برمجتين، واحدة ليوم السبت، وإلا ما تماتش كاين يوم الأحد. إذن وصل الخبر الآن بأنه تم تأجيل إلى يوم السبت.